رسميا بدأ موسم صيد الروبيان اليوم في المياه الدولية، حيث يستمر الموسم حتى نهاية يناير من العام المقبل. وفي اليوم الأول على رفع الحظر عن الصيد، دخل الروبيان المحلي بقوة إلى الأسواق الكويتية التي ترقبت بفارغ الصبر عودة سيد المائدة. نتابع التقرير التالي. شهد سوق شرق عصر اليوم ازدحاما على المزاد الأولي للروبيان بعد عودته إلى السوق بعد فترة انقطاع استمرت 6 أشهر، حيث شهد السوق نزول أكثر من 650 سلة روبيان انعيرية وشحامية، إضافة إلى الجامبو تراوحت أسعارها بين 35 إلى 70 دينارا للسلة الواحدة وسط إقبال كبير من المستهلكين. ويرى المراقبون أنه وفق عادة السوق مع كل نوع يعود بعد فترة انقطاع تكون أسعار اليوم الأول مرتفعة ثم تبدأ بالانخفاض تدريجيا. رواد السوق من المواطنين تباينت آراؤهم حول ارتفاع أسعار اليوم الأول، مع أن الكمية التي نزلت المزاد كانت كفيلة بإطفاء لهيب الأسعار، لأن أول يوم والطلب على كبير فيرتفع السعر، إن شاء الله بعد بكرة تزيد اللنجات، الكمية تصير كبيرة يغلى. والله زين، يعني مقارنة مع السنوات اللي طافت أوكي، يعني الكميات وايد، الكميات لا الكميات أقل من العام أنا أذكر. زين، والحجم؟ حجم أوكي، مناسب مخلوط. كم اشتريت؟ الباسكت 62 دينار. كل يوم أخذنا الباسكت، الباكيت الروبيان على 55 دينار. نعم. اي والله، يعني احس انه يعني غالي بس معقول. غالي؟ ما والله غالي، 55 يعني مو كبيره، صغيره يعني، لو كبيره تسوى، بس اشوفها انها صغيره يعني. لا، الروبيان في شحامي على 30 35. زين. اي زين. اي بس في على 50 و60 اللي عنده فلوس يدفع. السوق شهد أيضا وجود العديد من الأسماك الأخرى، من أهمها الميد الذي بيعت السلة منه ب15 دينارا، وهو سعر مرتفع نوعا ما بحسب آراء المواطنين، فيما وصلت الحبة الواحدة من السبور إلى 1.5 دينار.